إذا مشاهدينا الكرام لسه متواصلين معكم من خلال أكيد فقراتنا، خلونا في هذه المساحة نشاهد هذا التقرير اللي من خلاله استقبلت ولاية جنوب دارفور وفد من جمعية اختصاصية النساء والتوليد السودانية ومجموعة كبيرة من أوسلو في زيارة لحاضرة الولاية النيالة اللي بتستغرق عدة أيام. تأتي زيارة هذا الوفد والجمعية للإسهام في خفض وفيات الأمهات في سن الإنجاب من خلال أكيد تدريب الكوادر الطبية، وأكيد مكاتبهم موجودة بجنوب دارفور. خلونا نشوف هذا التقرير. وفيات الأمهات في سن الإنجاب وتحقيق الأمومة الآمنة ظلت تشكل محور اهتمام للسلطات المختصة وشركاء الصحة لخفضها إلى أدنى المستويات. وفي إطار الهم المشترك لتحقيق هذا الهدف، جاءت زيارة وفد جمعية النساء والتوليد السودانية ومجموعة أوسلو لولاية جنوب دارفور، والتي حملت في طياتها العديد من الأهداف. والغرض من هذا الكورس هو تدريب الأطباء على سبل معالجة ومكافحة مرضى النساء وتقليل وفيات الأمهات وحديثي الولادة، أيضا بالتنسيق مع شركة راد ميد وكيل شركة سونوسكيب لأجهزة الموجات الصوتية. سيتم تدريب عدد 20 اختصاصي واستشاري نساء وتوليد على مهارات الموجات فوق الصوتية. وحقيقة الوفد اللي جاء من الخرطوم هو في الأول بدأ الزيارة دي من مدينة الجنينة مرورا بزالنجي ومرورا بكاس وانتهاءا بمدينة نيالا. اختصاصيو النساء والتوليد بالولاية يقولون إن الورش والكورسات التي أقامتها جمعية اختصاصية النساء والتوليد السودانية أسهمت في الحد من وفيات الأمهات بدارفور. كان ولاية دارفور فيما يخص وفيات الأمهات كان هي أعلى نسبة في لو قارنت بولايات السودان، لكن بعد ما دابت هذه المجموعة واستمرت في هذا التدريب، هم بيدربوا الأطباء والدايات وعندهم يعني كورسات بتاعت مجال صوتية، فدي قللت نسبة وفيات الأمهات والتحويل من المحليات إلى مستشفيات بكثير جدا يعني، فدي محمدة. وإحنا هم حيستمروا في الكورس إلى أن نصل لزيرو لوفاة الأمهات يعني. تأكيدات قطعتها وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور بالمضي قدما في تطوير الخدمات الصحية المتعلقة بالنساء والأطفال. الهدف الأساسي منها تقليل وفيات الأمهات بالولاية، وأيضا أن الولاية هي مركز لولاية دارفور، فبرضو بيقلل وفيات الولادة بولايات دارفور الكبرى. نحن إن شاء الله ساعين سعي حسيس كوزارة الصحة أو مدين قدما في تدريب كوادرنا، ويكون إن شاء الله بمستوى عالي لتقديم خدمة لأهلنا في ولاية جنوب دارفور. حكومة الولاية أشادت بمبادرة الجمعية الرامية لخفض وفيات الأمهات، وكشفت عن مبادرة للتنسيق الصحي في العديد من المجالات. فإحنا حقيقة يعني مثل هذه الدورات تزيد الولاية كثيرا، لأنها تعسل للكوادر مزيد من التدريب، مزيد من التأهيل لأداء الرسالة الطبية، وهم الجيش الأبيض وبمقدراتهم وإن شاء الله بتخصصاتهم إن شاء الله نستطيع أن نجتاز المحن الصحية، لأن الأخلاق السليم في الجسم السليم. وأيضا من هذه الزيارة الآن تمخضت فكرة أن يكون هنالك مجلس تنسيقي بين المستشفى التركي وإخوتنا في الشؤون الصحية والمستشفيات المتخصصة لدراسة بعض الحالات النادرة في السرطانات، ومع أخوتنا في التأمين الصحي نستطيع أن ندرى آثار هذا المرض الخطير واللي بيكلف الولاية وبيكلف المواطنين مبالغ باحثة في سبيل الاستشفاء سواء كان في العاصمة الخرطوم أو خارج السودان. سلسلة من الورش المتخصصة التي يتم تنفيذها من قبل وفد الجمعية باستهداف 40 من الأطباء ونواب الاختصاصيين والقابلات للإسهام في خفض وفيات الأمهات. شيماء حارير ميلا، سوداني 24، ولاية جنوب دارفور، نيالا.